الدين الخارجي احنا النهارده في حدود الدين الخارجي 40% تقريبا من الجي تي بي، وبالتالي احنا يعني زي ما بيتقال كده في الحد الاعلى الحد الاقصى من الحدود الامنه او الحدود اللي يعني مش في مرحله الخطر. احنا كنا اقل من كده بكتير وقت الظروف، لان اللي اثر فينا طبعا زاد شويه الدين كرقم، ولكن كمان موضوع التعويم وقيمته مقوم مع الجي دي بي، ولكن ما زلنا في الحدود الامنه، وباكد على هذا الموضوع. لكن الاهم الثلاث سنين الجايه رؤينا ان احنا نرجع تاني كمسار نزولي عشان ننزل الى المنطقه المريحه زي ما بيتقال، يعني المنطقه اللي هي ما تبقاش حتى واصلين للحد الاقصى في الحدود الامنه، لكن حتى هذه اللحظه الامر بهذا الشكل. موضوع بقى الارث المركب على مدار عقود، هقولها بمنتهى الشفافيه، ما ينفعش الحكومه تتكلم لوحدها في تغيير الارث المركب بقى له عقود على حاجات كثيره جدا 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 في هذه الدوله. ده دور اصيل لحضراتكم، نغير ازاي المفهوم على حقوق المواطن والتزاماته ايضا، والدوله المفروض تعمل ايه والدوله مش المفروض تعمل ايه. الكلام ده لان زي ما حضراتكم قلتوا كلام مهم جدا، مراجعه صريحه للتاريخ. وعايز اقول لحضرتك حاجه، انا طلبت من السيد وزير التربيه والتعليم مراجعه لماده التاريخ بتاعتنا، ان يكتب التاريخ المصري بصوره يعني بصوره اقرب يعني، لان في حاجات ممكن يبقى حضرتك زي ما حضرتك قلت مش حقيقيه، ويكتب عن يعني فترات كثيره جدا تتكتب بصراحه، ويتكتب لان في احيان كل منطقه كل فتره بيبقى لها ظروفها، وممكن بيبقى بعد كده يعني بعد 40 50 سنه بيبدا بقى المنظر يتضح، فبالتالي بيبقى من المهم جدا ان يكتب او يعني للاجيال الجديده الموضوع ده يتكتب بانصاف او يتكتب بطريقه حقيقيه. تاريخ الدوله بيبقى ايه اللي بيحصل وايه التقييم الحقيقي لمراحل كثيره جدا متعاقبه في الدوله. مهم جدا هذا الكلام ان هو يتعمل عشان الاجيال الجديده طالعه تبقى عارفه الرؤيه والدوله المصريه على مدار فترات معينه ايه اللي حصل فيها وايه اللي واجهها وليه كان القرار في فتره ما بهذا الشكل او توجه الدوله نفسه كان في وقت ما بهذا الشكل، لان دي مهم جدا لازم تبقى معروفه للناس كلها عشان ما يبقاش من الظلم ان انا اقيم فتره معينه ويفضل الكتاب التاريخ بيظلم هذه الفتره او يزيف لفترات اخرى. لازم الموضوع يبقى بيكتب بطريقه محايده بهذا الشكل، فدي نقطه مهمه جدا. وعلى فكره كل الدول بتعمل هذا الموضوع، بتراجع مع مرور الوقت هذا الموضوع. لكن يبقى موضوع الارث اللي حضرتك قلته ده محتاج شغل كبير جدا من حضراتكم معانا. الحكومة مهما طلعت وقالت هيبقى دايما بينظر في إطار الإرث، إن الحكومة كل همها إن يعني أنا آسف يعني أنا ليه ملاحظة بس، دولة الرئيس أخشى إن يفهم خطأ من كلام حضرتك إن الحكومة تتدخل في التاريخ خالص. بالظبط خالص يا فندم. لا 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 لا، التاريخ يكتبه المؤرخون بالظبط يكتبه اللي كان ده اللي أقصده بس الأحسن. لا يا فندم لا يا فندم، أنا قصدي يا فندم أنا فاهم طبعا، أنا طلبت من المناهج نفسها يعني يعاد من المؤرخين انها تتكتب، المؤرخين نفسهم في النهارده يعني لا لا انا مش قصدي كده طبعا، انا عارف طبعا لا يمكن، انا عارف طبعا لا يمكن، انا عارف بس عارف كيف اقول الكلام لا يمكن طبعا، لكن ان احنا يبقى يعني لازم يبقى بيتحط دايما تقييم لفتراتنا اللي حصلت في مصر علشان يبقى الامور من الانصاف ان المواطن يبقى معروف قدامه التجربه كلها. وبتكلم هنا على مدار 200 سنة يتكتب يعني نقيم الأوضاع وليه، وده اللي أنا قلته عشان المؤرخين يكتبوا، إن لأن بعض يعني الناس هتكلم بصراحة بيمسكوا فترة معينة هجوم شديد عليها، وبينما محدش عارف إن في الفترة دي كان في ظروف معينة ممكن تكون خلت الدولة تتوجه هذا التوجه. أعتقد من الإنصاف النهاردة إن المؤرخين يقولوا لا الفترة دي لها ما لها وعليها ما عليها، هو ده اللي المفروض او يتفق او يختلف او يتفق او يختلف، وبالتالي يبقى الموضوع يتحط بهذا السياق. ده دور كبير جدا هقولها لحضرتك برضو للاعلام، للاعمال الدراميه اللي بتتحط،
لشكل الدولة إن هو يتحط إزاي، عشان المواطن يبقى عارف يعني الدولة لما بتتوجه في هذه التوجهات إيه اللي بيبقى، يعني ليه قرارات بتتاخد بهذا الكلام، وليه منظومة اتخاذ القرار بهذا الشكل. مش معناها تاني أنا بأكد إن أنا داخل بقول إن إعادة كتابة حاجة وأنا كدولة أكتبه، بالعكس ده أنا بقول هذا الكلام عشان تبقى الأمور واضحة. كل اللي حضراتكم قلتوه فيما يخص أفكار لي يعني موضوع سواء ضريبة مؤقتة على الثروة أو الكلام ده كله، يعني عايزين يبقى عندنا رؤية، وده اللي أنا قلته، ثبات في شكل التعامل مع الضريبة، لأن أي إجراءات ممكن ناخدها بطريقة استثنائية حتى لو كانت مؤقتة ممكن ينظر إليها بطريقة معينة، إن الدولة كل شوية بتغير في شكل المنظومات اللي عندها. وبالتالي إحنا كل همي مع السيد وزير المالية نضع تصور كامل على بعضه، حتى لو كان حاجة زي كده ممكن نفكر فيها، لكن لازم تبقى معلنة. ولكن الأمور يعني بقدر إمكان مش عايزين نضع حاجات استثنائية أو حاجات يعني ليها طبيعة مؤقتة، بالعكس مهم قوي يبقى في استقرار وفي رؤية واضحة جدا للدولة للعشر سنين الجاية على الأقل، عشان أي مستثمر أو أي مواطن يبقى مطمن الدولة إن يعني مش في أي لحظة الدولة بتفرض عليه حاجات استثنائية وينظر إليها بطريقة معينة. موضوع حد رفع حد الإعفاء الضريبي هننظر ليه في إطار موضوع الحماية الاجتماعية، وبأكد إحنا رفعنا حد الحماية، حضرتك عارف حد الإعفاء بصورة كبيرة جدا، وحنظل هذه أداة إن إحنا نتدخل فيها الفترة الجاية طول ما حنحس إن محتاجين إن إحنا نتعامل مع هذا الموضوع، هنعمل هذا التوجه إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. الموضوع بتاع كل وزير يبقى مسؤول عن الملف بتاعه، أنا أكدت على هذا الكلام وقلت إن هيبقى فيه مراجعة وتقييم دوري لأداء السادة الوزراء، عشان يبقى زي ما حضراتكم قلتوا يعني لقينا إن يعني في عدم نجاح في ملف معين ما يبقاش الدولة أو الحكومة كلها بتتحمله، يبقى المسؤول عنه هو اللي بيتحمل هذا الموضوع، ويبقى فيه يعني دي سنة الحياة، يبقى فيه تعديل للأشخاص طالما إن هو مش قادر إن هو يعمل هذا الموضوع. رسائل الطمأنة اللي حضرتك طلبتيها أنا بأكد إن إحنا إن شاء الله القادم بإذن الله كل اللي نأمله إن يكون أكيد أفضل من المرحلة اللي عدينا بيها الفترة السابقة. الدولة حريصة كل الحرص على إن الأسعار يبقى فيه ثبات واستقرار في الأسعار. موضوع الخدمات بتحسين مستوى الخدمات الأساسية، إحنا كل شغلنا شاغل حدي بس موضوع الصحة، إزاي نوسع في المبادرات الرئاسية. يعني خلينا بس يعني عشان بس يبقى فيه إنصاف، يعني إحنا من كام سنة كان حجم المصابين بفيروس سي قد إيه يا جماعة؟ حجم اللي كان يعني أنا آسف كان ما عندوش أمل إنه يعني قوائم الانتظار اللي كانت بصورة هائلة في العمليات والإنفاق على هذه العمليات، المبادرات بتاعت 100 مليون صحة وصحة الأسرة وصحة المرأة والتدخل كدولة بهذا الكلام. لكن الأهم أنا بالنسبة لي بقى أسرع إزاي من منظومة التأمين الصحي الشامل، وده إزاي نسرع الخطب بحيث يبقى خلاص المواطن مؤمن في أي لحظة إنه يقدر يدخل أي مستشفى ياخد الخدمة طالما إنه هو متغطي بالتأمين الصحي الشامل. مش هتفرق معاه ساعتها إنه يدخل مستشفى تبع الحكومة ولا تبع القطاع الخاص، إزاي يبقى في خلال فترة زمنية معينة أخلص من هذا الموضوع، يبقى المواطن بالكامل متغطي بهذه الخدمة. هو ده اللي أنا بقوله لحضرتك، إن إحنا هنسرع الخطى بإدخال منظومة التأمين الصحي الشامل في خلال الفترة الجاية عشان يبقى فعلا كل المواطنين قادرين إن هو يوصلوا.